احنا معانا على الهاتف الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني نتكلم الاول عن المهرجان ولا نتكلم الاول على المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وما صدر عنه اليوم؟ خلينا نتكلم عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاول. طيب البنود اللي اتكلم عنها المجلس تبدو كلها مطاطية، يعني مفاهيمها مطاطية عن الأخلاق والمعايير و هل هذه الضوابط ممكنة أو ممكن تحقيقها فعليا وهي إلى حد كبير مطاطية، وإحنا فاضل لنا 10 أيام ورمضان يبدأ والمسلسلات تقريبا بتنتهي من التصوير؟ حضرتك وانت بتقري البيان من شوية في كلمة ممكن نتوقف عندها في بداية البيان، اللي هي المجلس يتمنى. يتمنى كلمة يتمنى هي دي بقى الأساس. أول حاجة عشان نبقى فاهمين، الدراما يعني مش شفافة 100%، دي حاجة. حاجة تانية، دلوقتي أنت جاي قبل رمضان بأسبوع أو 10 أيام بتقول أتمنى ما يبقاش ويبقى ولا أخوه، دي شغلانة دي أساسا المفروض إن من 5-6 شهور كانت النصوص أو السيناريوهات تعرض على الرقابة وهي تقرر، وبعدين بعد كده نبتدي نشوف الدنيا. أما المجلس يتمنى وكأن إن المجلس يعني بيغسل إيديه كده من المواضيع اللي هتتم أو هتعرض، ليه؟ هو أصدر بيان وخلاص. طيب لكن البيان ده هل هو ملزم؟ هل هو في ثواب وعقاب؟ هل يستطيع المجلس ان هو يعاقب من يخرج عن هذا الإطار؟ دي بقى احنا بنتكلم في مواضيع مطاطية تماما، مش هينفع ان احنا يعني نحكم عليها في الوقت الحالي. وهو هل احنا في الوقت الحالي مع وجود الرقابة اللي هي منوط بها يعني الأعمال الفنية الدرامية، هل إحنا في الوقت الحالي محتاجين ل زي ما حضرتك بتقول، هل في حد يقدر يعاقب؟ هل إحنا في الوقت الحالي ممكن نقدم دراما ويكون عندنا القدرة على إنه يكون في حرية إبداع وحرية فكر وفي نفس الوقت نراعي هذه البنود؟ بس في حاجة يعني حضرتك وأنت بتقولي حرية الإبداع، حرية الإبداع مش معناها الابتذال. بالتأكيد. يعني حرية الإبداع مش معناها إن أنا أجيب واحد يشرب مخدرات مثلاً على أساس إنه بيفكر عشان يبدع، تمام؟ ده جوه المسلسل أو جوه العمل. حرية الإبداع إن أنا بطرح فكرة والفكرة دي بناقشها من كل جوانبها بشكل يتماشى مع عادات. عشان كده بقول لحضرتك هي المسألة مطاطية. ليه؟ لأنه ما هي مطاط. في وجهة نظر صاحب العمل، الوجهة النظر الدرامية اللي هي ممكن يكون قد يكون غرضه الدرامي إنه هذا اللي بيتعاطى المخدرات حيورينا نهاية مؤسفة ليه في الآخر. يعني أقصد إن الدراما طول عمرها هي صراع ما بين الخير والشر، ما بين الكويس والوحش، ما ينفعش إنها تبقى ماشية على وتيرة واحدة. بالتأكيد. لا، هو طبعا الدراما ما ينفعش تمشي على وتيرة واحدة، ولكن في المفروض ان في التزام بالذوق العام وعادات وتقاليد المجتمع، ده الطبيعي، تمام. لكن حصل تجاوزات في بعض الامور خلال الفترات اللي فاتت، فاحنا نتمنى ان هي ما تحصلش، ولكن في الاصل المفروض ان انا من البداية ببقى عارف ايه اللي هيعرض، والنصوص او السيناريوهات تعرض على الرقابه تقول اوكي، قالت اوكي يبقى هنا بقى ايه نتوقف عن الموضوع. لكن ان انا باجي قبل الموضوع ب 10 ايام قبل رمضان، قبل الموسم اللي هيعرض فيه حوالي 25 مسلسل، واقول اتمنى، يبقى انت كده البيان عباره عن بيان شكلي لا اكثر ولا اقل. هي دي نقدر نقول بقى الجمل المطاطه والمطاطيه اللي بتحصل في كل سنة احنا بنتكلم. وهي برضو الجمل المطاطية دي اللي بتخلي حتى بغض النظر عن يعني مش هقدر اقول قناعتي الشخصية اني برفض فكرة المحاسبة يعني، بس هي اللي بتخلي انه مفهوم امر ما عندي غير مفهوم امر ما عند حضرتك. يعني انا اشوف ان ده
يعني معاييره الأخلاقية يعني سيئة جدا، وحضرتك ممكن تشوف إنها مقبولة معدية. يعني قصدي إن هذه المعايير المطاطية ملهاش شيء يحكمها، وبالتالي لا، هناك بعض المعايير بتبقى دي معايير عامة بقى، معايير المجتمع بشكل عام. ويعني أنا النهاردة حتى لو بناقش موضوع الإدمان مثلا على سبيل المثال، أو موضوع العشوائيات، المفروض إن أنا عارف إن التلفزيون غير السينما بالتأكيد. التلفزيون ما ينفعش إن أنا أطلع فيه خناقة بالسنج والمطاوي والمش عارف إيه والكلام من ده، زي ما كان بيحصل قبل كده. ما ينفعش إن أنا بتكلم عن مشاكل تعاطي مخدرات فأنا أجيب للناس إزاي الإنسان ده بياخد حقنة وإزاي بيعمل إيه، ده ما ينفعش. بس ده برضو بيرجع في النهاية لضمير أو الرقابة الذاتية الخاصة بالمبدع اللي بيقدم العمل، إنه بالتأكيد لازم تكون عنده يعني هذه الرقابة الذاتية، ويبقى عارف هو بيخاطب الناس كلها في التلفزيون غير لما بيخاطب جمهور بيروح له مخصوص السينما. في نقطة يا فندم حصلت خلال 10 سنين اللي فاتوا، إن مجموعة صناع السينما من مخرجين وكتاب اشتغلوا تلفزيون اشتغلوا تلفزيون، فجم بالجراءة بتاعت السينما. بالتأكيد. أنا فاهمة قصد حضرتك، أنا فاهمة. فدي مشكلة، ولكن إحنا ما نقدرش نحكم على أي حاجة غير لما بنشوف، فما نقدرش الحكم دلوقتي غير بعد أسبوع من رمضان على الأقل، نعرف الفكرة ماشية إزاي، نعرف الدنيا ماشية إزاي. فدي ربنا سهل، يعني مش هنقدر الحكم النهائي في هذا الشكل، لكن البيان أعتقد أنه بيان جمل مطاطة زي بالتأكيد. ما بالتأكيد.